لو بتكلم على الحل طويل الامد، انا قابلت اللواء بهاء اهل الزيدان رئيس هيئه الشورى الموحد، لان طبعا هم ماليين مخزون استراتيجي او يعني ماليين. انت عارف لما كل ما انا اتكلمت مع الشركات لوحدها، المصانع لوحدها، هيئه الدوله لوحدها، كل ما اتكلم مع حد كل واحد بيحل المشكله من وجهه نظره هو. قابلت اللواء بهاء، وقابلت معالي وزير الصحه، وقابلت معالي رئيس هيئه الدواء، كل واحد منفصل. وبعدين اتجمعنا احنا الثلاثه مع احنا الاربعه اسف يعني هم الثلاثه واحنا كنقابه في اجتماع واحد يوم الثلاثاء اللي فات، وبدانا نحط نقول ايه الحلول بتاعتها. احد المشاكل يعني من حاجات لونج تيرم وحاجات على الشورت تيرم. الحاجات اللي على اللونج تيرم انه في شركات بره ثانيه هربانه من السوق المصري بسبب ان زي ما انت شوف قلت ان في ازمه عالميه، فالانتاج مش مكفي للعالم كله، وبالتالي هو لمصر عندنا التسعير بند التسعير والبوكس، وده اول البوكس وده مش عارف يجي بعده. فبالتالي الشركات بره لما يبقى البنج مثلا سعره 19 و20 و25 دولار لبعض الانواع من ارضه ازاي يتباع هنا ب 400 جنيه؟ ده هو كده من ارضه معدي السعر ده. فقلت ان احنا قلت له طلبت ان احنا نفتح السعر شويه للحاجات اللي تيجي من بره، لو هي بسعر معين يبقى في فاريشنز اكتر بانواع ثانيه حتى لو بسعر اعلى من السوق، بدل ما يبقى في سوق سوده. يعني البنج اللي ب 400 جنيه بيتباع ساعات ب 1000 جنيه سوق سوده. فقلت له نفتح شويه، يبقى في اللي ب 400، في اللي ب 300، ممكن يبقى في ب 1000، مفيش مشكله، اللي عايز ياخد ياخد. وفي النهايه ده سقف، لو توفر هينزلوا في السعر غصب عنهم. ده كان احد الحاجات. فبصراحه هو يعني دكتور تامر عصام وافق على هذا المقترح وقال لي انا كل لما يجي لي حاله زي كده هبلغك بالسعر. انتوا موافقين عليه كنقابه؟ هنقول لهم اوكي. مش موافقين، شايفين مش هينفع للسوق، هنقول لهم لا ما ينفعش معانا ده. فبالتالي نقدر ندخل انواع ثانيه، ما يبقاش بس الاحتكار قايم على المجموعه اللي بتبيع بس في مصر كده. ده كان احد الحاجات. الحاجات الثانيه قلنا له دلوقتي، هو في طبعا وهو متفق معانا ان في سوق توزيع، سوق تام في شبكه التوزيع، وبتوصل لتجار مستطاط وبيرفعوا السعر وبيخلقوا سوق سوداء. والبنج للاسف عشان يخضع ل 75 صيدله فلازم يتباع اما من خلال مستودعات ادويه او صيدله. فبعض الصيدلات اتفقت وصلنا مع بعض بالذات صيدله الاسعاف انه يتباع عن طريق الصيدليات. للاسف بعض الصيدليات بتاخد كارنيه دكتور صورته وكل حاجه، وبعدين بتلاقي بعد كده يعني اديت له علبتين، يجي الاسبوع اللي بعده هو ما جاش، ممكن صوره الكارنيه بتاعته دي يطلع بيها علب بتروح للموزعين وتوصل للسوق السوداء. انت فاهم قصدك توصل ازاي؟ وطبعا اشتكينا وبلغنا الكلام ده، وبلغنا حتى الجهات الامنيه بهذا الامر يعني. ففي سوق في شبكه التوزيع، فقلنا لهم دلوقتي اتحاد المهن الطبيه بيملك شركه من حقها تسوي الادويه او توزع الادويه. والشركه دي احنا كنا متواصل بجهود فرديه مع الشركات والمصانع بحيث ان احنا ناخد منهم ونوزع على من خلال منافذها في 27 محافظه على النقابات من خلال النقابات الفرعيه. بس الكميات اللي اخذناها في الجهود الفرديه ما كانتش كتير. فاقترحنا على هيئه الدواء ان هم يخصصوا لنا، يعني يبقى في افراج عن شحنات تاخدها الشركه وتبدا توزعها.